استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي في القاهرة وفدا من كتلة الحوار. وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية إلى أن كتلة الحوار نشأت أثناء الحوار الوطني الذي مثل بداية إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي. من جانبه قال باسل عادل ممثل كتلة الحوار إن مواقف القيادة السياسية القوية ونظرتها المستقبلية كان لها أثر كبير في الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار.